بالنسبة للحشوة أنا كنوجد الكيك، كتوجدو أسهل كيك وكيصدق لكم مزيان. هنا خديت البيض طربتو والزيت. بالنسبة للبيض خديت 8 ديال البيضات حيت غادي نستعمل مول كبير، وغادي نخرج منه 3 ديال الشكال. نتوما إلا كنتو غادي ديرو شكل واحد فتقدروا ديرو كيك اللي كتكون فيه 3 ديال البيضات. بالنسبة لي أنا فدرت 8 ديال البيضات، جوج الكيسان ديال الزيت، كاس كبير ديال الحليب، 3 الأكياس ديال الخميرة، جوج أكياس ديال الفاني، والدقيق على حسب الخليط. وكنطربو كلشي، وهو الخليط ديالي وجد كيجي على هذا الشكل هذا. وكنوضعو في المول، دهنتو بالزبدة والدقيق، وغندخلها للفرن طيب. وهالكيكة ديالي وجدات طابت، كيجي الشكل ديالها عادي جدا. ودابا غادي نفتت الكيك بايديا. فهنا كيف كتشوفوا الكيك كيجي اسبونجي، اولا كيجي بحال شكل الاسفنج، كتجي صراحه رائعه هذه الوصفه هذه. صافي دابا غنحاول نفتو مزيان بايديا، وباش نساعد اكثر انه يتفتت غادي نوضعه في الروبو اولا في العجانه، وهي اللي غادي تفتو ليا مزيان حتى كيولي الشكل ديالو مرمل. بعد ما فتت الكيك فكيجي مرمل الخليط على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نضيف تقريبا كاس صغير ديال البسكوي، يكون ديال القمح، بسكوي عادي. غنضيف 3 الملاعق كبار ديال النسلي على الخليط. ودابا غادي نخلط مزيان الخليط حتى نحصل على خليط متجانس. فوالا هنا الخليط ديالي تجمع كيجي على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نوضعو في هذا السيليكون، انا اختاريت هذا الشكل هذا، تقدروا تختاروا اي شكل بغيتو. غنوضع كمية في هاد لي زومبرانت، وغادي نضغط مزيان حتى ياخد لي لافورم. صافي وغادي نستمر هكا حتى نكمل السيليكون ديالي كامل. بالنسبة للبسكوي ديالي بعد ما خرجته من التلاجة، دابا غادي يكون تجمع ليا الخليط. فوالا كنزولو بسرعة بسهولة، كيخشنا الوقت. انا هنا كنزولو غير بايدي وحده. صافي وغادي نستمر حتى نكمل كل شيء، ومن بعد غادي نوضعو في الشوكولا. وهنا عندي هادو لي بوب كيكس، وعندي لي ماغنوم حتى هما. هنا غناخد البسكوي ديالي اولا الحلوه، غادي نوضعها في الشوكولا. ومن بعد غادي ناخذ شوكه بحال هكا باش هكا يتسخطر ليا الشوكولا مزيان، وغادي نوضعها مباشره في البابي. غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الحشوه ديالي كامله وديال هذا الشكل هذا، حتى هو غادي نخرج منه الدوغي. وهاد الكميه اللي بقات ليا في النواغ حتى هي غادي نديرها في النحاس اللي هي هادي لا بودغ ديال النحاس. وهذا هو الشكل النهائي لي غاتو، كيجي المنظر ديالهم جميل. فانا استعملت دو كولور،
استعملت البرونز والدوري حتى المذاق ديالهم كيجي رائع بزاف، كيجيو على هذا الشكل من الداخل. صراحه لوغو ديالهم كيجي رائع بزاف. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش تخليو لي دي كومونتير. صحه والراحه. شكرا.